جولة صحفية جديدة مع أبرز العناوين والمنشطات ومقالات الرأي التي جاءت في الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. نبدأ جولتنا بأبرز ما جاء في صحف القاهرة ونستهلها من صحيفة المصري اليوم التي كتبت تحت عنوان الداخلية تراجع خطة صد اعتصامي ربع والنهضة، حصار و120 تشكيلا وقوة خاصة. وأوضحت أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عقد اجتماعا مع مساعديه لمراجعة الخطط النهائية التي ستنفذها الوزارة لحد من مخاطر فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول في ميداني رابع العدوية والنهضة. وفي تصريحات خاصة للصحيفة قال مصدر أمني إن الوزارة بدأت في تعزيز نقاط الحصار وعددها 15 نقطة في محيط الميدانين. إلى متابعة الأوضاع في سيناء، وبحسب مصادر مسؤولة لصحيفة الجمهورية كتبت على صفحتها الأولى إعلان خلو سيناء من الإرهابيين قريبا. أكدت مصادر رفيعة المستوى أن العمليات الإرهابية التي استهدفت جنود وضباط الجيش والشرطة مؤخرا أدت إلى لجوء هذه العناصر إلى أساليب تؤكد عجزها، وذلك بدخولها للمنطقة السكنية للاحتماء بالمواطنين بعد الضربات الأمنية الناجحة الموجهة إليها. وأضافت المصادر للصحيفة أن جميع البؤر والخلايا الإرهابية في سيناء أصبحت تحت السيطرة الأمنية. ملف سد النهضة الإثيوبي عاد ليلقي بظلاله على اهتمامات الصحف. صحيفة الدستور نقلت عن الدكتور مساعد عبد العاطي خبير القانون الدولي قوله إن توصيات اللجنة الثلاثية التي ضمت خبراء دوليين مستقلين تلزم إثيوبيا بالتعديل وفقا للقانون الدولي، موضحة أن مصر والسودان وإثيوبيا تشترك في مجرى نيل واحد، وهو ما يفرض على إثيوبيا حماية هذا النهر وتعظيم الاستفادة منه دون الإضرار بأية دولة أخرى. وأضاف الخبير الدولي أن تقرير اللجنة الثلاثية كشف عن وجود أخطار على مصر جراء بناء السد. في تصريحات خاصة لصحيفة الأهرام أكد الفريق ماميش رئيس هيئة قناة السويس أن دخل القناة عن العام المالي المنصرم بلغ 32 مليار و500 مليون جنيه بزيادة مليار جنيه عن سابقة. وأشار اللواء ماميش والفريق أول الفريق ماميش في تصريحاته إلى تزايد عدد السفن التي تعبر القناة بأنه دليل على درجة الثقة في عمليات تأمينها، موضحا أنه لا يتم إغفال أي تهديد سواء كان صغيرا أو كبيرا. كما دعا رئيس هيئة قناة السويس جميع المصريين إلى التوافق والمصالحة محذرا من عواقب الفتنة والتفرقة. تمر مصر في الوقت الراهن بوقت عصيب في ظل استمرار حالة الاستقطاب والانقسام في الشارع المصري وما صاحبها من أعمال عنف لن ينهيها سوى تطبيق القانون في عمله بدون تردد، كتب الصحفي محمد بركات تحت عنوان دولة القانون. في مثل هذه الظروف التي نمر بها الآن فلابد أن يضع الجميع في اعتباره أن واجبه الرئيسي هو الحرص على سلامة الوطن وضمان استقراره وأمنه والعمل بكل الأمانة والجدية والصدق لنجاته من الأخطار بما تحمله من دعاوى صدمات عنيفة وتحريض على الكراهية والاستقطاب. رغم الأخطاء التي يرتكبها أي فصيل فهناك حقيقة ثابتة، إنهم مصريون، ولا بد أن يكون واضحا للجميع أن حقوق المواطنة تمارس في إطار الالتزام بالقانون واحترام حقوق الآخرين وعدم الاعتداء بأي صورة من الصور على المواطنين أو ترويعهم، والتوقف الكامل عن كل ما يعرض سلامة الوطن للخطر. الجهود التي تبذلها مشيخة الأزهر الشريف لتحقيق المصالحة الوطنية والتوافق للخروج من النفق المظلم الذي تعيش فيه مصر الآن كان محور اهتمام صحيفة الوطن التي كتبت في إحدى مقالاتها تحت عنوان ثلاثة مستحيلات مصرية. اجتماع الأزهر بقوى المبادرات السياسية قد يكون محاولة لإنقاذ الأخيرة من الصدام المتوقع الذي قد يبدأ معه فصلا وفصلا جديدا في طبيعة العلاقة بين النظام الجديد والنظام السابق في مصر. وهنا نطرح تساؤلا، إلى أي حد يمكن للمبادرة السياسية أن تساهم في قبول الحوار ثم الدخول في التفاوض؟ ولصعوبة الإجابة نقول ما أصعب
الخيارات المتاحة الآن أمام صانع القرار في مصر. فنحن أمام ثلاثة مستحيلات: أولها صعوبة استمرار الوضع الحالي، والثاني فضه بالقوة، والثالث وجود عقلاء يقبلون بالحوار والتفاوض من أجل تسوية مقبولة. ولكن هناك ثلاث كلمات سحرية يجب العمل بها: مصلحة الوطن العليا. إلى أبرز القضايا والموضوعات التي جاءت بالصحف العربية، ونبدأ بالمشهد السوري الذي تصدر عناوين رئيسية لصحيفة المستقبل اللبنانية. وعلى صفحتها الأولى قالت: غارات دموية ومجازر في الرقة ومصيف سلمى وحلب، والحر يسيطر على مبنى البعث في دير الزور. وأوضحت أن حالة من الرعب تدب بقرى مدينة القرداحة بسخة رأس بشار الأسد، مع استمرار تقدم الثوار في سباق معركة تحرير الساحل السوري. في سياق متصل ذكرت الصحيفة أن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون شدد مجددا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي. الأوضاع في مصر كان لها نصيب أيضا من اهتمامات الصحف العربية. صحيفة القبس الكويتية كتبت: مع تصاعد نبرة الحسم لفض اعتصام الإخوان، دعوات اللحظة الأخيرة للمصالحة والتوافق. وذكرت الصحيفة أن الساحة السياسية في مصر تشهد حاليا التصاعدات المكثفة في ظل تصاعد لغة الحسم لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لمؤيد الرئيس المعزول. وأضافت الصحيفة أنه في محاولة منه لمنع وقوع البلاد في منزلق الفوضى والعنف، بدأت مشيخة الأزهر التصورات المكثفة لعقد اجتماع عاجل بعد الاستجابة السريعة لأصحاب المبادرات. التطورات المتلاحقة التي تشهدها تونس كان لها حضور أيضا في صحف اليوم. صحيفة الشرق الأوسط قالت: اعتصام الرحيل مستمر، والفرقاء السياسيون في انتظار الحوار. دابة الإنقاذ المعارضة تعلن الأسبوع المقبل مرشحها لرئاسة الحكومة. وذكرت الصحيفة أن عطلة عيد الفطر في تونس لم تمنع توصل التحركات السياسية التي تطالب بحل المجلس الوطني التأسيسي واستقالة حكومة علي العريض. وفي تصريحات خاصة للصحيفة قال رئيس الحكومة السابق حماد الجبالي: إن الشعب سئم الشعارات والخطب وحتى المبادرات. إلى صحيفة القدس العربية التي تواصل متابعتها للتطورات القضية الفلسطينية، كشفت عن أن الهجمة الإسرائيلية على تهويد القدس تستعر، حيث يعتزم مسؤولون وضع حجر الأساس لحي يهودي جديد على أطراف جبل المقبر جنوب القدس المحتلة الأحد المقبل، بعد حصول الشركة المكلفة ببنائه على ترخيص بعد تأجيل استمر 3 أعوام لاعتبارات سياسية. وأضافت الصحيفة أنه سيتم إسكان عدد كبير من المستوطنين في مواقع قريبة من الأقصى على حساب ترحيل أبناء الوطن من الفلسطينيين. عدم توافر الظروف انعقاد مؤتمر جنيف 2 حول حل الأزمة السورية سلميا كان محور اهتمام افتتاحية صحيفة الخليج الإماراتية، التي رأت أن لكل من النظام والمعارضة دورا في أن تراوح الأزمة مكانها، وكتبت تحت عنوان: بانتظار مؤتمر جنيف 2. مؤتمر جنيف 2 الذي دعت إليه موسكو وواشنطن للبحث عن حل سياسي للأزمة السورية لم تنضج ظروف انعقاده بعد، فلا الأطراف الدولية والإقليمية المنخرطة في الصراع داخل سوريا ومن حولها مساعدة لمباشرة المفاوضات، ولا الأطراف الداخلية النظام والمعارضة قادرة على ذلك. الملفت هنا أن القوى السورية المتصارعة لا تملك قرار وقف القتال، لأن أنها ممسوكة من أطراف خارجية تتحكم بشرايين تمويلها، لذلك فهي هينة لهذا الخارج، كما باتت سوريا أيضا رهينة. إلى أن تتوفر ظروف انعقاد جنيف 2 فإن سوريا ستعاني من المزيد من الدم والدمار والفتنة المذهبية. لم تخفل مقالات الرأي بالصحف العربية متابعة الوضع الراهن في مصر. صحيفة الراية القطرية سلطت الضوء على مبادرة مشيخة الأزهر الشريف لتحقيق المصالحة الوطنية انطلاقا من أهمية مصر للمنطقة والعالم بأسره، وقالت:
تكتسب جهود المصالحة الوطنية بقيادة مشيخة الأزهر الشريف أهمية من قيمة ومكانة تلك المؤسسة الدينية التي تحظى باحترام جميع الشعب المصري. وتنبع أهمية هذه الجهود أيضا من دقة الظرف الحرج الذي تعيشه مصر شعبا وجيشا وأحزابا سياسية، ومطلوب من الكل التوافق على هذه الجهود التي تمثل مخرجا ضروريا للمأزق الراهن. ويجب أن تظل الأوضاع في مصر تراوح مكانها، والجميع يدرك خطورة هذا الوضع غير المقبول. وقد تكون مبادرة الأزهر الشريف هي الفرصة الأخيرة للخروج من النفق المظلم والمدخل لذلك من خلال تقديم تنازلات من الجميع لصالح المشروع الوطني، لأن ما يضر مصر يضر بالأمن القومي العربي، فالجميع يدرك أهمية مصر للعرب وللعالم بأسره. ونتحول إلى الصحف العالمية، حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن عمليات الاختطاف للصحفيين داخل سوريا تزايدت بشكل رهيب خلال العام الحالي. وأكدت الصحيفة أن ويلات الصراع الدائر بسوريا تسوء يوما بعد يوم، وتحولت الثورة إلى حالة من الفوضى، وعمليات الاختطاف تعد جزءا من هذه الحالة، مشيرة إلى أن الصحفيين الأجانب هم المستهدفون ومعظمهم أوروبيون، خاصة الذين دخلوا سوريا دون الحصول على إذن من الحكومة السورية لتغطية الصراع الذي دخل الآن عامه الثالث. صحيفة ساندي تلغراف البريطانية ألقت الضوء على إبراهيم الأسيري العضو بتنظيم القاعدة، ونطالع منها خبرا تحت عنوان العقل المدبر وراء المتفجرات التي يستخدمها تنظيم القاعدة. أشارت الصحيفة إلى أن ما يخلق مسؤولي الأمن الغربيين هو خبرة الأسيري التي تجعله قادرا على إلحاق الدمار بأي مكان على وجه الأرض، فهو قادر على تصميم متفجرات لا يمكن رصدها بواسطة إجراءات الأمن في المطار، حتى مع الاختبارات المتطورة التي بدأ العمل بها بعد هجمات 11 سبتمبر. زيمبابوي تنفي توقيع اتفاق تجاري سري خاص باليورانيوم مع ايران، عنوان نطلعه من صحيفة التايمز البريطانية، حيث نقلت الصحيفة عن وزير التعدين اوبرت موبوفو قوله: نحن احرار في التبادل التجاري مع اي دولة، ولكن وزارتي لم توقع اي اتفاق بشأن اليورانيوم مع طهران. واشار الى ان زيمبابوي لا يزال امامها طريق طويل لتكون قادرة على تصدير اليورانيوم. وبعيدا عن الزخم السياسي وتحت عنوان صفقة في الكواليس، استبعدت صحيفة الاندبندنت البريطانية تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في دولة غير قطر، والتي فازت في عام 2010 بحق تنظيم البطولة. وأتي هذا في خضم الأصوات المطالبة بتغيير موعد أو مكان البطولة خوفا من ارتفاع درجات الحرارة في قطر أثناء فترة إقامتها في الصيف. وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر لا يتعلق بكرة القدم، إنما يتعلق بتحالف في السياسة مع المال في إبرام صفقات في الكواليس. ونتحول إلى مقالات الرأي، حيث رأت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية إنه إذا كان الربيع العربي لم ينجح في جلب الديمقراطية إلى الشرق الأوسط، فإنه أكد على نحو واضح زيف الأوهام الخاصة بحجم النفوذ الأمريكي على عدد من الحكومات العربية، كان الأمريكيون يظنونها موالية لهم. وقالت الصحيفة: مصر المثل الأوضح على تراجع النفوذ الأمريكي على الدول العربية، فمحاولة أوباما قبل عام 2011 لتوجيه الرئيس الأسبق مبارك صوب الديمقراطية باءت بالفشل، ثم عندما ناشدت إدارة أوباما الرئيس المنتخب محمد مرسي بأن يجعل حكومة الإخوان أكثر شمولا، فما كان من مرسي هو الآخر إلى أن تجاهل لمناشدة أوباما. وفي الوقت الحاضر لا نرى لأمريكا أي تأثير على الأرض. ثمت عاملين وراء تراجع النفوذ الأمريكي المكتسب، وهما قلة قيمة المعونة المقدمة إلى مصر التي لم تعد تكفي لشراء ما كانت تشتريه من قبل. أما العامل الثاني فيتمثل في إطلاع قوى إقليمية أخرى بسد الثغرة التي خلفتها قلة قيمة المعونة الأمريكية.
مجلة إيكونومست البريطانية تناولت المشهد الاقتصادي في الأزمة السورية ومدى تأثره بالجانب السياسي، وقالت إن معدلات التضخم قد ارتفعت بشكل مخيف في مدينتي دمشق وحلب أكبر المدن السورية، وذلك عقب بدء الثورة السورية عام 2011. وقالت الصحيفة إن معدل البطالة في سوريا زاد ليبلغ 60%، فيما خوت خزائن وممتلكات الحكومة على عروشها، كما أن العقوبات المفروضة على قطاع النفط السوري كبدت الحكومة 13 مليار دولار. ومنذ بدء الأزمة والأوضاع تزداد سوءا، خاصة عندما قرر الأسد حظر استخدام العملات الأجنبية داخل سوريا. كلا الطرفين المتناحرين في سوريا، الحكومة والمعارضة، يجيدان استخدام الأسلحة الاقتصادية، فمن خلال حرق المحاصيل الزراعية وقصف المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، فإن النظام يسعى لشل النشاط الاقتصادي في المناطق التي سيطرت عليها القوات المعارضة، بينما قام المعارضون بمهاجمة شبكات الكهرباء وناقلات الوقود على أمل توجيه ضربات اقتصادية إلى الجانب الآخر. ختام جولتنا الصحفية، نشكر لكم حسن المتابعة وفي أمان الله.